أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الجوزاء الأربعاء 25 أغسطس آب 2021. العمل الجاد يؤتي ثماره، لكن يجب تطبيقه بالطريقة الصحيحة وإلا فلن تحصل على الفائدة. يقضي القمر يومك في برج الحمل ويقضي على زحل في قطاع واجباتك اليومية، لذا في الوقت الحالي تتزايد الأعمال المنزلية الخاصة بك، لكنك على استعداد لمواجهة العالم وإنجاز الأمور. تطلب من نفسك وقدراتك، اعتمد على غرائزك، وسيكون من المفيد أن يكون لديك خطة حول كيفية إدارة وقتك ومكانك. الاعتراف والازدهار مضمونان إذا نظرت عن كثب إلى ما يحدث من حولك. إذا أمكن قد يكون من الأفضل الانتظار حتى تهدأ قليلا قبل اتخاذ خطوة أخرى خلال هذه الفترة. تخضع تماما لمشاعرك التي تثير التوتر الداخلي. أنت مذنب بإخفاقاتك والتي هي عقاب لعدم رغبتك في سماع رأي الآخرين. قم بتقييم ومناقشة أفكارك الجديدة. الفوائد المالية في متناول اليد، لذلك لا تخف من التصعيد والمطالبة بما تعرف أنك اكتسبته بشكل صحيح، فمن غير المرغوب فيه السفر، ولكن إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك فتحقق من وثائق الهوية الخاصة بك لتجنب التوتر. لا تتورط كثيرا في حالة الأخبار غير السارة. ستقرر قريبا تقديم التزام أعمق تجاه نفسك من خلال بناء خطط لمستقبل أكثر ضمانا. عاطفيا، من الأفضل الآن أن يكون الاتصال في المقدمة، لأنك ستحتاج إلى مناقشة أسئلة مهمة حول علاقتك، وستصل إلى استنتاجات سيكون لها تأثير كبير على مستقبل نقابتك. لا تبحث عن مظاهر في المناطق التي لا تكون فيها على المستوى الصحيح. سيكون مزاجك العام مزاجا يسوده السلام والهدوء، ولكن قد يحاول الآخرون صبرك. قد تؤذيك عواطفك المفرطة وحساسيتك تجاه كل شيء. تنصح اللوحات بعدم السفر لمسافات طويلة، وضع التغيرات المفيدة في حياتك موضع التنفيذ. إن تقييم سلوك الآخرين وسلوكك سيحميك من الأخطاء. ستحتاج إلى اتخاذ قرارات مهمة بشأن خططك المستقبلية. لا تحاول أن تتألق من معرفة أمام الناس أكثر معرفة منك. مهنيا، قم بإجراء عمليات الشراء اللازمة قبل العمل، ثم تولى مهام وظيفتك. لديك كل ما تحتاجه لجعل هذه الفترة ناجحة للغاية. أينما كنت تمنعك العاطفة من التوافق مع احتياجات الأشخاص من حولك، الآن ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مهمة. اظهر الهدوء والصبر وزن الأحداث القادمة جيدا. قد تكون الرحلة التي قد تحتاج إلى القيام بها متوترة ومرتبطة بالمحادثات غير السارة التي ستضطر إلى القيام بها. أنت تحصد النجاحات في أموالك. لا تتردد في التغيرات التي تم النظر فيها في الأيام الماضية. حان الوقت الآن لبناء خططك المستقبلية. لا تشارك الاستنتاجات التي توصلت إليها مع أشخاص غير مناسبين. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.